السلام عليكم، وصلنا للجزء الرابع في المحاضرة رقم 3. أخذنا في بداية الفصل اللي هو يحكي على تصاميم الطرق. قلنا بأن تصاميم الطرق تتقسم إلى 3 أقسام: الـ Horizontal Alignment، Vertical Alignment، والـ Cross Section. وبلشنا بالـ Horizontal Alignment. كل شيء أخذناه من بداية الـ Horizontal Alignment لحد هذه النقطة، كنا نحكي على النوع الأول بالـ Horizontal Alignment اللي هو Simple Curve. هسه راح نبلش بالنوع الثاني اللي هو السبايرال كيرف. السبايرال كيرف هو عبارة عن كيرف يرتبط بجزئين قطعتين من السبايرال. هو عبارة عن كيرف مثل ما تلاحظون هنا بالفيجر اللي موجود قدامكم، عبارة عن كيرف ترتبط به قطعتين من السبايرال. إذا أريد نعرف شنو التعريف السبايرال، السبايرال راح يبدي عندي مات الراديو الصفر، الديجري اوف كيرفيتشر تكون صفر، وتبدي شويه شويه تقل الديجري اوف كير، تزداد الديجري اوف كيرفيتشر وتقل الراديوس الى ان يساوى مع الراديوس او الديجري اوف كيرفيتشر للكيرف الداخلي، وهكذا بالعكس يبدي يزداد شويه شويه الى ان يصفر بالنهايه، توصل الراديوس الى اعلى ما يمكن والديجري اوف كيرفيتشر صفر. وين يستخدم وشنو فوائده؟ يستخدم طبعا بتدريج الحركة، بتدريج الدخول إلى الكيرفات بالهوريزنتال ألايمنت، لأنه هيك راح تبدي تتدرج عندك وتزداد بشكل بطيء قوة الطرد المركزي، يعتبر كلش مريح بالنسبة لحركة السيارات. شنو الفوائد مالت السبايرال؟ أول شي راح يسوي لي فد حركة مرورية سهلة بالنسبة للسيارات، راح تقلل من قوة الطرد المركزي أو تبدي تزداد بشكل تدريجي، مما يسهل على السائق أنه يعرف شلون يتعامل وياها. الشغلة الثانية، شنو الفوائد من السبايرال؟ إنه إحنا نستخدم القطعة السبايرال بتنفيذ السوبر إليفيشن رن أوف بها. النقطة رقم 3، إذا تذكرون أخذنا بالفصل الثاني تعريض الشارع الوايدنينج اللي بسبب السيارات الكبيرة، ممكن نستخدم السبايرال تعريض بالوايدنينج أون كيرف، وكذلك تحسين الأبيرنس بالهاي واي. بالنسبة للنقطة رقم 4 الأخيرة، كلش تكون واضحة عندكم بالفيجر 3-9. إذا مثل ما تلاحظون الفيجر الأول هو كيرف without spiral، والفيجر الثاني هو كيرف with spiral. مثل ما تلاحظون شوفوا شوفوا الفرق بين بين الحركة مالت الشارع، بين الشكل الأول والشكل الثاني. بالعادة قليلا يستخدم السبايرال لأنه صعوبة التنفيذ، وكذلك كلفة البناء تكون أعلى من الكيرفات العادية. وين نستخدم السبايرال؟ نستخدم السبايرال لما يكون عندي ديجري اوف كيرفشر اعلى من 4 درجة. راح ناخذ فد مخطط بسيط، فيجر 3-10 يبين لي الجيومتري اوف سبايرال ترانزيشن كيرف. مثل ما تلاحظون السبايرال راح يتكون من اول شيء قطعتين مماسات راح يلتقن في نقطة بي اي، هي البوينت اوف انترسكشن. ثاني القطعتين المستقيم بيناتهم زاوية هي دلتا اللي هي angle of deflection بين الكلية، هي angle of deflection لل original circle curve without spiral، للكيرف الأصلي بدون ما نستخدم السبايرال. لما نجي نريد نستخدم السبايرال راح تكون عندي عبارة عن قطعتين سبايرال وبيناتهم كيرف. مثل ما تلاحظون نقطة التقاطع السبايرال مع التانجنت راح نرمز لها بتي اس، نقطة تحول السبايرال للكيرف هي اس سي سبايرال كيرف، ومن الكيرف للسبايرال سي اس، وكذلك من السبايرال للتانجنت هي اس تي. ذني نقاط مهمة بالعادة نطلب منكم المحطات مالتهن بين النقطة تي اس والبي اي، بين تانجنت سبايرال والبوينت اوف انترسكشن المسافة مالت التي اس، او ممكن نقول عليها تانجنت تو سبايرال، بالعادة تكون متساوية بالجهتين. اما النقطة من التي اس الى الاس سي فهو طول السبايرال نرمز له بالال اس، ومن الاس سي الى سي اس هو طول الكيرف ال،
راح يكون. وكذلك من ال S إلى S T هو طول السبايرال هنا كذلك. بالنسبة للزاوية للكيرف راح دلتا S راح تكون هي الانجل اوف ديفليكشن اوف سيركل بورشن اوف كير وذ سبايرال، راح تكون هي الزاويه المقابله للكير فقط دلتا اس. والزاويه المقابله للسبايرال راح ننقل هي الانجل اوف ديفليكشن للسبايرال بورشن اون كيرف، راح تصير دلتا. هذه مالتها الرمز هنا. وشلون نقدر نطلع الدلتا اس؟ هي عباره عن الدلتا الكليه ناقص زاويه السبايرال. طبعا هذا الرسم مهم جدا نتعرف عليه، اتمنى من حضراتكم تحفظونه. اذا هسه اجينا نريد نطلع الاجزاء مالت السبايرال، اول شيء احنا نبدي نحس باول شغله اللي كلش مهمه هي length of the spiral ال اس. ال اس راح تنحسب بطريقتين، طبعا راح نحسب الطريقتين بكل الاسئله، راح نحسبها بطريقتين وناخذ اعلى قيمه. الطريقة الأولى شلون راح نحسبها؟ هي عبارة عن سوبر إليفيشن ران اوف. أحسب السوبر إليفيشن ران اوف ال LR وال LT وأحطهن على صفحة. والطريقة الثانية هي شلون؟ هي من القانون ال L يساوي 3.15 S كيوبيك على R في C. طبعا لازم تلاحظون الكيوبيك فقط تستخدم هنا، قوانين كليتها كانت S سكوير فقط بالسبايرال. الاستخراج اللينكث اوف سبايرال الاس كيوبيك، هذا كلش لازم تنتبهوا لها. اذا هنا اذا قلنا ال هو ال اس هي اللينكث اوف سبايرال، الاس هي ديزاين سبيد، الار هي الراديوس اوف ذا كيرف، والسي هي الريت اوف انكريز اون لاترال اكسلريشن. وبالعاده السي راح ناخذها من الواحد لثلاثة فوت بير سكند سكوير كيوبيك. بالعادة يستخدمونها حسب المواصفات 1.97. فإذا جيت عوضتها بالقانون الرئيسي مالتي راح تطلع القانون مال LS بعد التبسيط 1.6 S كيوبيك على R. هذا هو القانون لاستخراج length of spiral. والخيار الثاني هو أنه أنا أطلعها من super elevation runoff، أيهما أكبر راح أستخدمه length of spiral. إذا جيت أريد أطلع الـ angle of deflection للـ central angle of spiral الدلتا، شلون راح أطلعها؟ هي عبارة عن LS في D على 200. الـ LS هو الـ length للـ spiral، والD هي degree of curvature للـ circular curve تحسب بالdegree. راح أطلع الـ spiral angle deflection اللي هي كذلك بالdegree. استخدمها وعندي الزاوية الرئيسية، أمد أطلع الـ angle of deflection for circular curve with spiral الـ delta S هي الدلتا الكلية ناقص 2 في دلتا. الشغلة الأخرى اللي أنا أريد أطلعها هي التانجنت للسبايرال مثل ما واضح قدامكم بالصورة هنا. هذا شلون أطلعه؟ عندي القانون هنا R في تان دلتا على 2 زائد R في كوساين دلتا ناقص R زائد LS سكوير على 6R في تان دلتا على 2 زائد LS ناقص R ساين دلتا. طبعا هو كلش طويل، ما مطلوب منكم القوانين تحفظونها، أنا أجيب لكم إياها. الـ TS هي عبارة عن المسافة من الـ tangent of tangent distance للـ spiral، هي عبارة عن المسافة من الـ TS للـ BI أو من الـ BI للـ ST، تكون المسافتين متساويات. الـ R هي الـ radius اللي استخدمناها، الدلتا هي الـ angle of deflection الرئيسية، والدلتا هي الـ angle of deflection للـ spiral. ثاني القوانين كلش مهمات نستخدمهن هسه مستقبلا ان شاء الله بالحلول مالتنا. راح ناخذ مثال قريبا. مثل ما تلاحظون الفيجر 3.33 هو يعطينا هنا السرعة وش قد الماكسيمم راديوس اللي مستخدم، اعلى راديوس اللي عنده راح نبدي اي شيء مثل يعني يساوي هذا الراديوس او اقل منه راح نبدي نستخدم سبايرال. اعلى من هذا الراديوس نشتغل سمبل كيرف عادي اللي هو عبارة عن ديزاين سبيد مع الماكسيمم راديوس. مثلا إذا كان عندي سرعة 40، الديزاين سبيد شقد؟ 95 متر، هاي باتجاهها بالمترك وهاي باليو اس، احنا نشتغل باليو اس. إذا عندي 40 شقد لازم؟ 810 فوت. هذا أقل، هذا أعلى راديوس، أي شيء أقل منه يقدر نشتغل بيه سبايرال، أعلى منه
نشتغل simple curve. أتمنى هذا الشيء واضح. عندنا شغلتين عدها إحنا نبين شلون نقدر نشيك إنه إحنا نحتاج spiral لو لا. أول شغلة مثل ما واضحة عندنا إنه degree of curvature لازم تكون أعلى من 3 درجة، ساعتها إحنا نقدر نشتغل على spiral. والشغلة الثانية إذا بيكون الماكسيمم راديوس أعلى أقل من هذه القيمة، يعني هاي أعلى قيمة، أي شيء جواها أستخدم سبايرال، أي شيء فوقها لا أستخدم سمبل كيرف عادي. خلينا نشوف المثال. راح نأخذ مثال a 4 degree curve is to be designed on a highway with 2 lane 12 foot lane. design speed مبطين ياها 60 mile per hour. maximum super elevation rate، maximum super elevation rate شباب 6%. مطين النورمال درينج كروس سلوب هو 1. مطلوب مني length of spiral، مطلوب مني ال TS المحطات، ال SC CS ال ST، ال angle of deflection ال original هو 38. مطيني ال station عندي ال PI هي 1100 + 62 foot. قايل بأنه 2 lane cross section هو عبارة عن 2 lane cross section. أول شيء قلنا كل الأمثلة عدنا بالفصل الثالث، بس نلقى degree of curvature هي 4 درجة curve، هذا يعني degree of curvature مطين ياها. نطلع الراديوس مباشرة، الراديوس هو عبارة عن 5729.58 على دي اللي هي 4، يعطيني 1432.4 foot. طلعنا الديجري اوف كيرفيتشر. اجي ابدي اطلع الشغلات اللي عندي. طبعا اشوف هنا اني راح احتاج سبايرال او لا، هاي خطوة كلش مهمة. فاقول 1432 ايش قد عندي السرعة؟ عندي السرعة هي 60 mile per hour. ارجع للتيبل 333 عندي 60 mile per hour. إيش قد السرعة أعلى قطر يقابلها 1822. أي شيء أعلى منه سمبل كيرف، أقل منه سبايرال. فإحنا عدنا إيش قد 1432 اللي هو أقل من 1822، إذا إحنا بدنا نشتغل سبايرال، هذا الشيء صحيح. طبعا التشيك الثاني إذا أنا عندي 4% درجة، إحنا قلنا إذا كانت أعلى من 3% درجة راح أستخدم سبايرال، وأنا عندي هنا 4% درجة كيرف، إذن صحيح شغلي راح أشتغل سبايرال. هسا أنا شيكت سبايرال، راح أبدي أطلع ال length of spiral هو 1.6 r² r³ s cubic على r. طلعت ال l spiral هو 241.3. مثل ما قلت لكم أكو طريقتين لاستخراج ال l spiral، أما عن طريق هذا القانون اللي هو 1.6 s cubic على r، أو استخدمت أطلع الرنوف. أنا هسه طلعتها عن طريق القانون 241.3، راح أروح أطلع عن طريق الرنوف وأخذ أيهما أكبر. تمام؟ على مود أطلع length of runoff أحتاج أطلع ال LR وال LT. ال LR هنا هو شنو القانون مالته؟ عندي WN ED في ال BW على دلتا. لما أجي أبدي أروح أريد أطلع الLR، عندي W هو 12، عندي عدد اللينات 2، الE design ما موجودة عندي لأنه مطيني الماكسيمم سوبر إليفيشن ريت، فلازم أطلع الE design. الـ 2 lane في 0.75 أستخدمها، وأرجع عندي تيبل 3-4 أطلع الدلتا هي 0.45 ترتبط مع السرعة 60 mile per hour، أطلعها 0.45. بس شنو هسه أنا أحتاج هنا؟ شو عندي نقص الـ E design، فأرجع أتذكر عندي قانون لاستخراج الـ E design هي 100 في الـ S square design على 15 R ناقص الـ F design. الـ F design كذلك أنا ممكن أطلعها من التيبل 3-3، تطلع إذا عندي سرعة 60 فهي 0.12. أجي أعوض هنا كل المتغيرات مالتي، عندي سرعة 60، عندي 15 الآر استوني طلعته، عندي الاف طلعته من التيبل 3-3، إذا عندي سرعة 60 طلع 0.12، تطلع الإي ديزاين هي 4.8%. أستخدم الـ 4.8% في القانون الـ LR، وعندي باقي المتغيرات أطلع
طول الرنوف، length of runoff اللي هو عبارة عن 192 فوت. لما طلعت ال length of runoff أطلع ال length of tangent اللي هو عبارة عن نسبة من ال length of runoff، فأطلع هو عبارة عن ال normal crown تقسيم ال maximum super elevation اللي هو 4.8 في 192 تطلع لي 40 فوت. هسه عندي 192 و40 ايش قد يصيرن؟ 132 فوت تقريبا. وعندي هنا ايش قد ال اس؟ 241. ايهما استخدم؟ ايش قد استخدم طول ال اس؟ حتستخدمه 241. زين 241 انا لما راح استخدمه 0.3 فوت، هذا هو هسه حاليا انا اختاريت طول السبايرال. زين طول السبايرال لو تلاحظون اقدر انفذ بي السوبر اليفيشن ال ار والال تي اقدر انفذهم بي بالضبط، اقدر انفذهم بي لانه طول السبايرال اكبر من ال ار زائد ال تي مجتمعات سوية. زين هسه لهنا كملنا اول جزء، الجزء الثاني وقت الحل مالتنا اطلع الزاوية هي ال اس في دي. لما طلعت ال اس طبعا ال اس راح ابدي ما اخذها 241.3، اقربها سوي 250 في الديجري اوف كيرفتشر اللي هو 4 على ال 200 تطلع لي 5 درجة. هاي هي الزاوية مالت السبايرال. الزاوية مالت الكيف راح تكون الزاوية الكلية اللي هي 38 ناقص 2 في زاوية السبايرال، هطلع لي 28 درجة. أما طول الكيرف هو عبارة عن 100 دلتا اس على دي، هتطلع لي 100 في 28 تقسيم 4 700 فوت. وكذلك أطلع طول التانجنت باستخدام هذا القانون راح يطلع لي 619 فوت. مثل ما وضحنا بالمحاضرة السابقة كنا لما أجي أريد أطلع التانجنت of a spiral، المحطة عند التانجنت اوف سبايرال شلون اطلعها؟ اقول المحطة عند البي اي البوينت اوف انترسكشن ناقص تي اس، اطلع التانجنت للسبايرال. لما اجي اطلع المحطة عند الاس سي هي عبارة عن التي اس زائد ال اس، ولما اجي اطلع المحطة السي اس هي عبارة عن السي الاس سي زائد ال طول الكيرف، ولما اجي اخذ المحطة عند الاس تي هي عبارة عن السي اس زائد ال اس. أبد ما أستخدم الـ PI زائد الـ TS باستخراج الـ ST، هاي شغلة كلش مهمة لازم ننتبه لها. مثل ما تلاحظون هنا طلعنا الـ TS هي عبارة عن الـ PI ناقص طول الـ Tangent، طلعت 500 زائد 43 Station. وعند الـ SC هي عبارة عن TS زائد الـ LS تطلع 700 زائد 93. عندي سي اس هي عبارة عن ال اس سي زائد ال ال سي طول الكيرف تطلع 1493، وال اس تي هي عبارة عن عند المجد قيمة المحطة بالسي اس زائد طول السبايرال تطلع 1700 زائد 43. وصلنا الى موضوع كلش مهم هي السايد ديستانس بالهوريزونتال كيرف. مثل ما تعرفون اخطر منطقه ممكن تواجهنا على الشارع هي منطقه الكيرف، خاصه اذا كانت موجود امامنا فد عائق مثل بنايه، اشجار، عوائق طبيعيه، جبال، يسد مدى الرؤيه مالت السائق. فاحنا اذا اجينا بس عبرنا هذا الكيرف لقينا اكو اكسيدنت بهاي المنطقه، ما راح نقدر ما عندنا مسافة كافية لأخذ ردة الفعل. مثل ما أخذنا بالمحاضرة رقم 2 هي إحنا عندنا مسافة راح نقطعها وإحنا نفكر شنو راح تسوي تكون ردة فعلنا، كذلك منطقة راح نقطعها وإحنا نسوي ردة الفعل وحسبناها الاثنينات. فلازم تكون عندنا على الأقل مسافة كافية لأخذ ردة الفعل والتوقف مثلا قبل ما أوصل للأكسيدنت. وبالعادة لما تكون عندي حاجز خاصة بالشوارع الخارجية هذا راح يقلل عندي المسافة، فأنا يكون فات الأوان لأخذ ردة فعل، وحتى لو أخذت ردة فعل راح أضرب الأكسيدنت اللي قدامي، أي أوبجكت موجود عندي، أي أوبستركل، أي عائق موجود قدامي ممكن أنه أني أضربه أو أنه أني أخذ
أسوي تصرف غير منطقي وتنقلب السيارة وهكذا. مثل ما تعرفون أخطر مكان بالشارع هي عبارة عن سنتر اللين الداخلي مات الشارع، مثل ما واضح عندكم بالفيجر 3-12 سنتر اللين الداخلي، لأن سنتر اللين الخارجي راح تكون مدى الرؤية مالته أكبر من سنتر اللين الداخلي. فإحنا نضبط سنتر اللين الداخلي يكون مطابق للمواصفات، هو أوردي سنتر اللين الخارجي راح يكون مطابق للمواصفات. فأخطر نقطة هي سنتر اللين الداخلي. المسافة من سنتر اللين الداخلي للعائق راح نرمز لها بحرف M، اللي هي اللي احنا راح نحسبها، ونفترض انه ما تتجاوز هذه القيمة اللي راح تنحسب. مثل ما تلاحظون هنا راح نشتقها، راح تطلع لي الام بقانونيا هي اما 5729.58 على دي في 1 ناقص كوساين دي اس في دي على 200، او ام يساوي لي ار ناقص 1 كوساين 28.65 دي اس على ار. طبعا هذه القانون لازم نجي نطبقه في المثال. مثل ما تلاحظون هذا المثال قدامكم، 6% درجة كيرف مجرد 2 مقيوس من سنتر لاين للإنسايد لين، تمام؟ هاي شغلة كلش مهمة بهذه الحالة لما أجي أطلع الستوبنج سايد ديستنس، أجي أطلع الأم، لازم نحنا نقيسها من سنتر اللين الداخلي، كلش مهم هذا تنتبهوا لها النقطة. is being designed on a highway، مطيني السرعة هي 70 مايل بير اور، مطيني الجريد هو ليفل يعني جي صفر. الدرايفر رياكشن تايم قال لي بأن الدرايفر ردة الفعل مالته الزمن اللي يحتاجه لأخذ ردة الفعل هي 2.5 سكند. جريد المسافة المطلوب مني، المسافة اللي راح يقدر بعدها يخلي بناية، يخلي عائق او يخلي فد اعلان على الشارع، اللي منين طبعا هاي المسافة راح تنحسب من سنتر اللين الداخلي، ايش قد هاي المسافة من سنتر اللين الداخلي للشارع. فنجي نطلع هنا نقولهم ايش قد نحتاج ستوبنج سايد ديستنس، والستوبنج سايد ديستنس مثل ما حكينا عليها بالمحاضرة رقم 2 تنقسم الى جزئين، هي المسافة اللي راح نحتاجها واحنا نفكر، ومسافة ردة الفعل. أول مسافة اللي احنا راح نحتاجها واحنا نفكر هي 1.47 في الاس في تي، الزمن زمن ردة الفعل هو 2.5 سكند، والسرعة عندي 70 مايل بير اور، 1.47 معامل التحويل. وكذلك مسافة ردة الفعل شلون راح نطلعها، عبارة عن السرعة الثانية ناقص السرعة الأولى، اللي هي بأسوأ الأحوال راح تكون مثلا بريكنج، يعني ان نتوقف السيارة بشكل كامل، فالسرعة الأولى راح تكون 70 لتمشي بها السيارة، والسرعة الثانية راح تتعوض صفر على 30 في 0.348 زائد ناقص 0.01 في جي، كنا الجريد صفر فتكون الجي صفر، فهذا كليته الجزء راح يكون صفر عندي، راح أبدي أعوضهن تطلع عندي المسافة ردة الفعل هي 726.6 فوت. هذه هي مسافة ردة الفعل اللي احنا راح نحتاجها، يعني اذا اكو عندي اكسيدنت هنا ايش قد احتاج مسافة لغرض التوقف. اجي ابدي اطبقها بالقانون، عم اطلع الام اللي مسافة من سنتر اللين الداخلي لحد العائق ايش قد راح تكون، نقول هي 5729.58 على دي، الدي هي 6 في 1 ناقص كوساين الدي اس، قد طلعناها 726.6 في الدي 6 على 200 تطلع 68.3 فوت. فهسه شنو المسافة اللي الآمنة؟ نقول لازم نعيف مسافة 68.3 فوت قبل ما نخلي أي عائق على الشارع، وذلك لغرض الأمان على مود السائق. هنا أي مكان لما يحتاج يسوي ردة فعل راح يلقى مسافة آمنة قدامه لغرض التوقف، فما ممكن نخلي أي شيء قبل 68.3 فوت من سنتر اللين الداخلي. نحسب من سنتر اللين الداخلي 68.3 فوت، بعدها شو تريدون تخلون خلون، لكن قبلها ما ممكن نخلي أي شيء. وصلنا للنوع الثالث من الهوريزونتال كيرف، هو اللي اسمه كومباوند هوريزونتال كيرف. الكومباوند هوريزونتال كيرف مثل ما واضح عندكم بالفيجر 3-13 هو عبارة عن
كيرفين متتاليات، يكون مالتهن الأقطار مختلفة. بالعادة يستخدمن في المناطق اللي ننجبر بها انه احنا نستخدم كيرفين ومتتاليات بأقطار مختلفة، لأن المنطقة تكون عندي ضيقة وما عندي مسافة على مود أسوي كيرف واحد. يكون المتتاليات بالعادة نفس الاتجاه. القطر الكبير يعني قطر الواحد عن الثاني هو 1.5 تقريبا، الفرق بيناتهم 1.5 مرة، أو بحسب الديجري أوف كيرفيتشر 5 درجات الفرق بيناتهم أو أقل. لازم تكون المسافة بين ذني الكيرفين أقل من 200 فوت، ويفضل دائما ان تكون مسافة بيناتهم. ويعامل كل كيرف كأنه سمبل كيرف، تصميم كأنه يصمم كسمبل كيرف واحدة. وحسب الاشتو يفضل استخدامها بمناطق الرامب. والنوع الرابع هو الريفيرس هوريزونتال كيرف، هو عبارة عن كيرفين متتاليات لكن بعكس الاتجاه، تكون المسافة بيناتهم يفضل المسافة تكون بيناتهم أكثر من 200 فوت، مثل ما واضح قدامكم بالفيجر 3-14. وشكراً.